الفلوق إخواني في مدينة سالم. البرج هذا هو البرج ديال سلا، تبارك الله. المسرح قدامه، المسرح قلنا نديرو معكم هاد التصوير علاش لا. البرج، برج سالا، ومازال مازال ما كملوش يلاه في البداية. تقدم دوار الحجاج بالرايسي ان شاء الله. احنا دايزين نيت زيت زيت ان شاء الله. صومات حسان في كتبان راي قنطرة رباط الفتح، القنطرة الجديدة ديال رباط الفتح هي اللي كتحرج باب الزعير. طبيعة تبارك الله وجدات المغرب الأخضر تبارك الله. إن شاء الله هي شالة اللي بغى يعرف شالة. كاينين انا والصديق مولوع المجيد، هو الاخ المجيد ها هو. شحال هادي ما تولى هنا عندك المجيد؟ اللهم بارك. فأضع أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر الجريدة هنايا. البوليس كيصور وحنا كنصور. أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا. أنت تبارك الله. فاستقيموا. أنا في الرباط دابا. فلوق في مدينة الرباط. أمطار الخير تبارك الله.
هذا هو هيلتون، كان سميته في القديم حياة ريجينسي، الآن سوفيتيل، والآن سوفيتيل. ها هو تبارك الله. خطورية تبارك الله، اش دايرة الطبيعة. بعيدا عن الولاعة اخواني المشاهدين، بغيت نشارك معكم هذا الفلوق مدينة الرباط، قلت علاش لا. اللهم بارك. اخواني المشاهدين، هذه هي الغابة ديال السويسي، قصر المؤتمرات، قصر المؤتمرات. تبارك الله. مازال ندوزو على الحلبة ديال السويسي. اللهم بارك. اللي ما كيعرفش الرباط، السويسي، المستعجلات هادو ديال الرباط. الله يشافي الجميع ولا يلحق ليه شي مسلم. هادو هما المستعجلات، الحلبة ديال السويسي، هي هادي الحلبة. كيبان لك اخوتي على الامبيلونسات هنايا، الله يحفظنا ويحفظكم، يحفظ جميع المسلمين. تحية للجميع.
ما نطولش عليكم اخواني، قلت علاش لا ما نوريكمش، علاش لا ما نوريكمش شويه الرباط. كاين الناس اللي بعاد ما عمرهم يا حلبات السويسيه هذه. تحيه للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني.